السلام عليكم. ما عرف العرب في تاريخهم الحديث حدثا أشد وطأة وأعمق أثرا بعد النكبة من النكسة. نكسة حزيران أو حرب الأيام الستة كانت شهادة بلغة الدم على واقع الضعف في أمة حوت كل أسباب القوة بعدما استيقظ أبناء مصر وسوريا والأردن والعراق ومن ورائهم جموع الشعب العربي على مطارات عسكرية أتت عليها نيران الطائرات الحربية الإسرائيلية. في ظرف ساعات شلت إسرائيل سلاح الجو فيما يعرف بدول الطوق مصر وسوريا والأردن واستفردت بجيوش كان يقال لشعوبها إنها تعد لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، لكن النتيجة كانت ذهاب الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، فضلاً عن قتل وجرح عشرات الآلاف من الجنود العرب. حدث جلل ولا ريب هز وجدان العرب وأفقدهم الثقة بالنفس وأثار فيهم شعوراً بالانكسار بعد خطاب سياسي تولى كبره الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وجهازه الإعلامي صنع فيه حلماً وردياً للعرب بقرب استرجاع فلسطين. اليوم وبعد 56 عاماً على أحداث النكبة، كيف تبدو حال العرب؟ وهل محوا آثارها النفسية؟ وإلى أي مدى ما زال الوجدان الشعبي العربي يحتفظ بصورة إسرائيل محتلة لأرض هي من صفوة أراضي العرب وخلاصتها؟ في مثل هذا الموضوع الجعبة مليئة بالأسئلة نلقيها بين يدي ضيوفنا الكرام، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. على الرغم من مرور 56 سنة على نكسة سنة 67 و900 وألف، إلا أن الآثار النفسية لتلك الهزيمة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي الرسمي في المنطقة العربية. وبحسب ما يراه محللون، فإن النصر الذي أحرز بعدها ضد الاحتلال الصهيوني على الجبهة المصرية لم يفلح في رأب الصدع النفسي لدى الأنظمة العربية التي لا تزال ترى في الكيان الصهيوني عدواً لا يقهر. وبرغم لاءات العرب الشهيرة في قمتهم التي عقدت في الخرطوم بعيد النكسة، فإن الهزيمة العسكرية في عام 67 تبدو وكأنها أعادت صياغة مفهوم الصراع بين العرب وإسرائيل، كما أعادت تشكيل استراتيجيات العمل في هذا الصراع، إذ أصبحت إسرائيل في الوجدان السياسي العربي الرسمي أمراً واقعاً يجب التعايش معه، لا كما كانت من قبل عدواً طارئاً على الجغرافيا والتاريخ تنبغي إزالته من كليهما. غير أن الصورة في رأي المحللين تختلف إذا كان الحديث عن الشعوب العربية، فالهزيمة العسكرية في حزيران سنة 67 و900 وألف أسقطت الشعارات الرنانة للقومية العربية، تلك الشعارات التي كان النظام العربي الرسمي لا يرفعها فقط وإنما يتذرع بها ليمارس ألواناً من الاستبداد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، مبرراً ذلك بأنه لا ينبغي لصوت أن يعلو فوق صوت معركة بناء حلم القومية العربية. سقطت الشعارات فأثمر سقوطها وعياً شعبياً يتجاوز مواقف الأنظمة العربية إزاء إسرائيل ولا يعترف بخطوات التطبيع التي يراها آثمة. ولعل انتفاضات الربيع العربي برغم انكسارها لاحقاً تؤكد التفاف الشعب العربي حول قضاياه المصيرية واتحاده في مواجهة عدوه التقليدي المحتل لأرض فلسطين، كما تؤكد تبدد وهم العقد الاجتماعي بين الشعب العربي والنظام الرسمي المهرول نحو التنازل والتطبيع. وكأن الشعب العربي يؤكد أن الهزيمة ليست قدراً محتوماً. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي يشاركنا الحوار فيها محفظ الألقاب كما هي العادة، في الاستوديو عبد اللطيف مشرف الباحث في معهد العلوم الإنسانية بجامعة صباح الدين زعيم، وكذلك في الاستوديو ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ويشاركنا الحوار عبر سكايب من الدار البيضاء العاصمة المغربية أبو بكر المنخاري الباحث في الفكر السياسي المعاصر. مرحبا بالضيوف جميعا. لو بدأنا عن يميننا وكلكم من أهل اليمين إن شاء الله، في ستة أيام، أيام قليلة ساعات، استطاع كيان وليد
أن يشل سلاح الجو في 3 دول عربية، مصر وسوريا والأردن، في مثل هذه الحالة ما الأثار النفسية التي يمكن القول إنها لحقت بالعرب؟ مظاهر هذه الأثار، صورها؟ أولى هذه الأثار للأسف الشديد هو فقدان البنية الثقة بين الشعب وبين الدولة، حتى ما بين الشعوب العربية، والرابط الجمعي الذي بدأ يظهر في نظرية الإطار السياسي هو جمال عبد الناصر وفكرة القومية. كانت قبل النكسة كانت فكرة القومية مسيطرة على العرب، وأن عبد الناصر هو الرئيس الأوحد، وأن مصر على بعد خطى من تحرير فلسطين، حتى أن مصر لم تعرف إلا 3 أصوات آنذاك: جمال عبد الناصر وأم كلثوم وأحمد سعيد، الذي كان يناشد في إذاعة القاهرة: لا نعرف عدو إلا إسرائيل، 100 مليون عربي ليس لديهم حلم إلا القضاء على إسرائيل، يموت ويعيش ويعيش ويموت إلا بالقضاء على إسرائيل، في ظل الزعامة جمال عبد الناصر. تغير مفهوم الثقة السياسية ومفهوم الإدارة السياسية وفكرة الحلم ووجود حلم أن إسرائيل دولة ليس لها قوة، وأن القوة والدعم والقوة العسكرية مع الجانب العربي وخصوصا دول الطواق سوريا والأردن ومصر، ودعم من السودان والسعودية، وكانت هناك حلم حقيقي للشعوب العربية بأن في خلال أيام سيتم محو إسرائيل. لكن تحدثت عن الحلم وعن الصورة الوردية، يعني ربما يكون سؤالي منصبا على التركيز على قضية الأثار النفسية التي تركتها هذه الهزيمة في هذا الوقت وهذه الكيفية والآلية على الوجدان العربي الجمعي، على الشعب العربي، على الدول العربية. هذا ما كنت سأتي إليه. كان قبل النكسة أن الشعب الإسرائيلي بالفعل منهزم نفسيا، وخصوصا بعد موقعة الهولوكوست، وهو كان في جير العشرينيات، دائما هاجس الخوف، والخطابات الرنانة العربية كانت تصل إلى إسرائيل باللغات العبرية، فكانت حالة الخوف من العرب موجودة لدى الشعب والشعب الصهيوني، في حين أن الثقة والاعتزاز بالنفس كانت موجودة للعربية. ولكن بعد النكسة للأسف الشديد تغير الحال، أصبحت في نظر العرب إسرائيل الشعب الذي لا يقهر والقوى التي لا تقهر، في حين كان ينادي أحمد سعيد في خلال أيام سيتم القضاء على إسرائيل. الإعلام المصري نعم. في الآن تغيرت البنية أو العقد الاجتماعي من شعب ليس لديه ثقة نفسية بذاته ولا بقدرات جيشه، وأن العدة والسلاح مع الجانب العربي، وفي أي وقت هو في حالة انتحار وحالة قتال دائم. إنما العربي تحول في حالة نكسة حقيقية، حتى دائرة المعارف عرفت هذه الحرب بعدة أشياء: الحرب الثالثة الإسرائيلية العربية، حرب النكسة بالاسم، وحرب الأيام الستة، وحرب الأيام الستة أيضا عملت إشكالية على حتى نكسة لدى الثقافة العربية. نعم. تحول من الفكر الإبداعي إلى فكرة الخوف من السلطة. طيب. والأيديولوجيات وحرب المال. هذا يثير السؤال سيد عبد اللطيف، وهنا دعني أتحول إلى ياسين، هذا يثير السؤال عن الانكسار، الإحباط، خيبة الأمل التي انتابت الشعوب العربية، خصوصا في ظل الخطاب السياسي والإعلامي الذي كان يظهر للشعوب العربية من أن إسرائيل هي مسألة وقت استرجاع فلسطين. هذا الانكسار وخيبة الأمل والإحباط، هل اقتصر على جيل المرحلة أم امتد إلى أجيال لاحقة؟ طبعا من المؤسف أن ذلك الجيل لم يكن قد حصل على حظه من التعليم، يعني معظم الذين تعرضوا لتأثير الإعلام المصري والإذاعات المصرية ركبوا موجة الأمل بأنه يمكن للعرب أن يخوضوا جولة حسم في حرب خاطفة ضد الكيان الصهيوني، وكان عندهم أمل كبير، وكان لديهم ثقة في مسألة التغلب على الكيان الصهيوني في هذه المعركة. ولكن هؤلاء هم الناس البسطاء العاديين، صناع القرار، الأنظمة كانت تدرك قوة إسرائيل، وكان في الحقيقة هناك عوامل موضوعية عديدة تجعل مسألة تعرض لهزيمة أمر ممكن، خصوصا وأن هذه الحرب جرت في ظروف إقليمية ودولية في غاية الأهمية. بالنسبة لمصر، كانت مصر يعني تغرق في حرب استنزافية تقريبا في اليمن، وهذه الحرب كانت عبارة عن حرب بينية أيضا بين أهم دولتين عربيتين تقريبا في ذلك الوقت،
واللي هي المملكة العربية السعودية ومصر. المملكة العربية السعودية كانت متوجسة من النشاط العسكري المصري في اليمن وإمكانية انتقال التغيير إلى بقية دول الجزيرة العربية، لهذا أدارت معركة طويلة الأمد استنزافية يعني بكل ما تعني الكلمة من معنى. ذهبت مصر أو تلقت مصر الحرب في 67، العدوان الإسرائيلي في 67، وهي لم تكن في حالة جهوزية كاملة. الجهوزية كانت تتمثل في الادعاءات الإعلامية لا أقل ولا أكثر، الادعاءات الإعلامية، الخطاب السياسي، الخطاب الإعلامي الذي كان يغطي على فجوة حقيقية يعني قائمة ما بين الإمكانيات العربية في ذلك الوقت والإمكانيات الصهيونية. الإمكانيات الصهيونية كان هناك أسلحة في غاية التقدم، وكان هناك استعدادات لدى المقاتل الإسرائيلي المدرب على استخدام هذه الأسلحة، وكان هناك اتصال بالمدد الآتي من الغرب، وبالتالي يعني ربما استخدمت أسلحة لم تكن أو لم يكن العرب في حالة جهوزية لمواجهتها. سيد ياسين، أرجو المعذرة، ربما هذا متعلق بالأسباب التي ربما يكون لها بحث آخر، لكن بحكم مراقبتك ككاتب ومحلل سياسي فيما يتعلق بالأدبيات السياسية، بالخطاب الثقافي لدى النخب الفكرية والسياسية العربية، هل يلحظ بأن شدة وعمق هذه الصدمة التي لحقت بالعرب هل اقتصرت على جيل المرحلة أم امتدت إلى أجيال لاحقة، خصوصا في ظل استمرار بنية السلطة؟ بالعكس، يعني الصدمة لم تكن يعني متعلقة بذلك الفترة، بتلك الفترة بالذات. وقع الصدمة كان هائل على عموم المواطنين العرب، وكما قلت هؤلاء لم يكونوا لديهم حظ وافر من التعليم، لكن أيضا كان هناك نخب منحازة جدا للمشروع الناصري في ذلك الوقت، ولهذا شعرت بوقع الهزيمة. الذي حدث أن هناك يعني نشأت خطابات سياسية وإعلامية، لم يعد الخطاب المصري الذي يتحكم به جمال عبد الناصر هو من يتحكم في صياغة الوعي العربي. نشأ خطاب إعلامي وسياسي تقريبا مضاد للفكرة الناصرية والمشروع الناصري، على خلفية صراعات بينية كان أهم ساحتها اليمن، فربما هذا ساهم في تهيئة الأجيال لقبول فكرة الهزيمة. لكن مع ذلك بطبيعة الحال العرب يعني لم يمضي وقت طويل حتى استعادوا ثقتهم ربما من خلال حرب 73، وإن كان حرب 73 هي جولة نصر يعني سرعان ما انتهت يعني بحسم حسب في معظم إنجازات الاستراتيجية لصالح الكيان الصهيوني، رغم أن نصر استعادت قناة السويس واستعادت جزءا من سيناء. فترات طويلة مضت لم ينسى العرب الهزيمة، بقيت العقدة النفسية حاضرة، بقي تأثير الهزيمة في نفسية العربي الذي بات يتعامل مع الكيان الصهيوني على أنه كيان متفوق ليس فقط في الجانب العسكري وإنما أيضا متفوق في الجانب العلمي ومتفوق في جوانب كثيرة، وعنده قدرة على ردع مجموع القوى العربية حتى بعد حرب 73. والسبب هو أن الأنظمة العربية لم تقود همة الشعوب العربية لمواجهة، ولم تهيئ الأمة العربية لمواجهة بالفعل مع المشروع الصهيوني الذي يحتل فلسطين، بل بالعكس سرعان ما بدأت هذه الأنظمة خصوصا بعد 73 بحالة تحول خطيرة جدا، يعني ما يمكن أن نسميه قطار التطبيع، بدأ منذ ما بعد حرب 73 مباشرة. وهذا لا يتفق منطقيا مع طبيعة ولا نتائج المعركة. لهذا حركة التطبيع التي قادتها الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني أعتقد أنها أدت في نهاية المطاف إلى ترويض الذهنية العربية على إمكانية التعايش. ومع ذلك بالنظر إلى أهمية فلسطين التي هي محور الصراع العربي الإسرائيلي، بقي العرب مستعدون وفي حالة جهوزية ذهنية للتعاطي مع التحدي الصهيوني ولتحمل تبعات المواجهة المستقبلية مع الكيان الصهيوني. اليوم لحسن الحظ أن المواجهة مع الكيان الصهيوني صحيح أن نطاقها انحصر، لم تعد مواجهة بين الكيان الصهيوني والأمة العربية، بل مواجهة مع غزة. ومع ذلك تأثير هذه المواجهة اليوم يبعث الأمل من جديد، أنه إذا كانت غزة وإذا كانت جنين تواجه إسرائيل وتستوعب الصدمات وتلحق الأذى بالكيان الصهيوني، فهذا يعني اليوم أن الواقع الحالي اليوم سنأتي على ذكره ياسين. لكن قبل ذلك أعود لعبد اللطيف، يعني النخب العربية المثقفون العرب
والصدمة التي أصيبوا بها في محاولة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة وعلى هذه الحالة، ما مدى الخطاب، مسؤولية الخطاب السياسي والإعلامي، والذي أنتج بالنهاية جيلا عربيا يجهل بالواقع، يجهل بالحقائق، صدم وفوجئ بأنه يعني تلقى هزيمة نكراء في 6 أيام. هذا الجهل بالحقائق وبالواقع إلى أي مدى أسهم في حصول هذه الأثار التي بالنهاية ربما تكون قد عطلت العرب عن الإنتاج في عملية المواجهة؟ سؤال مهم جدا. العملية قبل النكسة كانت كل النخب وكل العرب لدى مشروع واحد هو القومية وفق نظر الإطار السياسي أو نظرية القومية العربية من منظور علماني تتبناه عبد الناصر. عبد الناصر هو بيسميه نظرية الإطار السياسي، إن الغرب يضع رجل واحد في إطار معين هو المشروع وهو الهدف. عندما يسقط هذا الرجل يسقط المشروع ويسقط الهدف ويسقط الحلم الوردي الذي كان يعيشه. ولعلي أستدعو هنا حالة المثقفين، خصوصا نزار قباني الذي كتب مالك يا وطن، أحولتني من كاتب يكتب شعر الحب والحنين إلى كاتب يكتب بالسكين. يوسف السباعي تغير منظوره من عبد الناصر إلى رواية العصفورين. بدأت الأيديولوجيات تظهر وبدأ الفكر الثقافي يختلف تماما، ويشعر المثقفين بتأنيب ضمير بأنهم كانوا سبب رئيسي في عملية تغييب الوعي. ولذلك دائما أقول أن من يخون الشعوب ويخون العملية السياسية هم النخب والمثقفين. لعل استدعاء تاريخي موضوعي، من خان الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد هم المثقفين، ولعل المثقف العربي استشعر ذلك بعد نكسة 67. كيف يثق برجل عسكري محدود الفكر سياسيا، لديه خطاب قوي عاطفيا ولغة كبيرة التأثير، ولكن للأسف في الواقع هي لغة فضفاضة وليس لها تأثير. لذلك المثقف العربي شعر بتأنيب ضمير وتحول في كتاباته ولغته، وظهر نجيب محفوظ، وظهر حتى الأدب والشعر الموريتاني متأثر بنكسة 67. وليس التحول الثقافي فقط كان في مصر، بل كانت أثار هذه النكبة على جل الثقافة العربية من الخليج إلى شمال إفريقيا إلى مصر. دعنا نسمع رأيا من المغرب العربي. أرحب بك أستاذ عبد أبو بكر الونخاري. فيما يتعلق في الذي فيما يتعلق بموضوع الموقف من جمال عبد الناصر، بالرغم من أن الهزيمة كانت قوية، كانت ساحقة، كانت نكراء، كان الشعوب العربية يعني لم تستوعب الموضوع من الوهلة الأولى، بالرغم من ذلك فلاحظنا، وهذه ظاهرة تستحق التأمل من قبل المحللين والمراقبين، لاحظنا أن عبد الناصر عندما قدم استقالته من السلطة أن الملايين نزلوا إلى الشارع في مصر ورفضوا استقالته وطلبوه بالعودة إلى المنصب والسلطة، بالرغم من اعترافه الضمني بأنه المسؤول عن هذه الهزيمة. كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ شكرا جزيلا أستاذ هشام، أستاذ جهاد عفوا. هو في الحقيقة الشعور العربي نحو النكسة هو شعور مليء بالأسى والأسف. عموما المستبدون في الدول العربية يكونون إلى جانبهم وعلى حواشيهم وعلى هوامش الحكم من يدعمهم ومن يساهم في التعبئة لهم. سيدي الكريم، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، موضوع جمال عبد الناصر، أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي أن العرب بعد كل هذه النكسة والآلام التي خلفتها استطاع العرب التغلب على هذه النكسة، ومشاهد ذلك نرصده من خلال بعض التحولات كبروز قوى ومؤسسات تحافظ على الهوية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتجدد مواجهة التضييع ونصرة القضية المركزية في الأمة وفي المنطقة. مثلا نذكر هنا مؤسسة العلماء، حركات الإسلامية، النخب، أكاديميون والمثقفون، أيضا مؤسسات والجمعيات الخاصة بدعم القضية الفلسطينية ومواجهة التضييع، القوى الحية أيضا الحزبية والنقابية والسياسية بكل أطيافها،
أيضا نذكر هنا الملتقيات والمؤتمرات. نعم، يعني قفزت سيد أبو بكر على السؤال الذي كنت أدخره لك للبحث معك إلى أي مدى نجح العرب في تجاوز آثار هذه، ولا أدري إذا ما كنت تسمعني الآن من عدمه تسمعني. أيضا لعبوا. طيب نرجع إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ ياسين، يعني هل برأيك المزيد من إلقاء الضوء على الحالة السياسية، الحالة النفسية، الحالة الصوفية إذا صح التعبير لدى الجماهير العربية التي طالبت عبد الناصر بالعودة إلى السلطة والبقاء فيها، كيف يمكن تفسير الوضع السياسي العام، المزاج النفسي العام، درجة الوعي لدى الشعوب العربية؟ من الذي أسهم في هذه الحالة كما لو أن العرب كانوا يدورون في حلقة مفرغة، وكما لو أنه ليس هناك بديل أمام العرب إلا جمال عبد الناصر؟ ونحن هنا طبعا لا نحاكم جمال عبد الناصر بقدر ما نسلط الضوء على حالة عاشها العرب في تلك المرحلة. طبعا للأسف الشديد كان لو كان الإعلام الذي كان فعال، وكانت القاهرة تمتلك النصيب الأكبر من بين الدول العربية من هذا الإعلام، لو كان اجتهد على بناء ذهنية عربية واعية مدركة لطبيعة التحديات، مؤازرة للأنظمة، واعية وتعرف كيف تتخذ القرار ومتى تعترض ومتى يعني توافق، لكان الأمر مختلف تماما. ولكن هذا الإعلام للأسف الشديد قام على فكرة الأكاذيب التي تبني وعيا هزيلا، وعيا هشا، وعيا يستطيع أن يتقبل الأكاذيب. ولهذا عندما خرج الناس يطالبون عبد الناصر بالبقاء كان يحكمهم بالفعل الخوف، لأن وقع الإعلام على نفوسهم كان كبيرا جدا. ثم أن مؤسسات الدولة كلها أعتقد أنها جندت لتحقيق لكي يندفع الناس إلى الشوارع مطالبين عبد الناصر بالبقاء في الحكم، لأنهم اعتقدوا أن غياب عبد الناصر هو الهزيمة الحقيقية وليس الهزيمة العسكرية التي تلقتها مصر والعالم العربي في ظل قيادة جمال عبد الناصر. واستمر هذا الأمر فيما بعد، والسينما التي كانت مستهرة في القاهرة تم توظيفها بشكل سيء جدا من قبل سلطة عبد الناصر لكي تبقي على هذه الحالة، لكي تبقي على حالة النظام والنظام العسكري تحديدا لدى الشعب المصري بأنه هو المنقذ وبأنه هو الجهة التي يمكن الثقة بها في مواجهة تحديات المستقبل. بقي هذا الضخ الكبير على مستوى السينما، على مستوى الإذاعة، ثم بعد ذلك على مستوى التلفزيون، على مستوى الصحافة وظهور محمد حسن الهيكل إلى آخره. هذا الأمر بطبيعة الحال خلق ذهنية أعتقد أنها كانت هشة للغاية، ولديها استعداد لقبول أو للاقتناع بهذه الكذبة الكبرى التي أبقت إسرائيل أو الكيان الصهيوني في حالة تفوق كامل على كافة المستويات، فيما بقي العرب بالفعل غير قادرين على انتهاج خيارات يمكن أن تهدد وجود هذا الكيان الصهيوني، مع أنه قبل 67 كانت المبادرة العربية أعتقد أكثر تأثيراً. على سبيل المثال يعني الذي دفع الكيان الصهيوني أنه يسرع في عملية خوض معركة عسكرية، أولاً لحيازة أكبر قدر من الأراضي، ومن ثم مواجهة المخططات العربية التي كانت قد بدأت تعمل لمواجهة مخططات صهيونية للاستحواذ على مياه نهر الأردن على سبيل المثال، إطلاق ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية، يعني بمعنى أنك ثورت الشعب الفلسطيني ودعمت عملاً مسلحاً مستداماً ضد الكيان الصهيوني. فجاءت هذه العملية العسكرية لمواجهة جملة هذه المبادرات العربية. بعد ذلك أعتقد هذه المبادرات أفرغت من مضمونها وتحولت إلى أدوات سياسية للأسف الشديد بفعل هذه النكسة. نعم. طيب لنا عودة لمواصلة هذا الحديث، وخصوصا الحديث عن أثر هذه النكسة على مفهوم الصراع بين العرب وإسرائيل. لنا عودة بعد وقفة قصيرة. بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت
على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن نكسة حزيران وانعكاساتها على مفهوم الصراع بين العربي وإسرائيل. سيد عبد اللطيف، يعني إلى أي مدى يمكن القول إن هذه الحرب بانعكاساتها ونتائجها أدت إلى تحول سياسي وفكري ونفسي لدى النخبة السياسية العربية، انتهى بها إلى القبول بفكرة وجود إسرائيل، وما أدى ذلك بعد ذلك إلى انفصال بين النخبة السياسية والنخبة الثقافية التي كانت تتبنى خطاب هذه النخبة السياسية؟ هل حولت حرب 67 النخبة السياسية إلى جعلت فكرة القبول بوجود إسرائيل ممكنة؟ بالفعل، أنا من رأيي أن حرب نكسة 67 هي من الحروب الفاصلة في الصراع العربي الإسرائيلي، رغم أن تلتها انتصار 73، إلا أن الإرث الحقيقي للعداوة بين العرب وإسرائيل ظل في الذهنية العربية والذاكرة، هي آثار نكبة 1967، وتحول الأمر بخلق فكرة أن إسرائيل كيان باقي وله امتداد ومن الممكن التعايش معه لدى النخبة السياسية، وخصوصا عندما تم الاكتشاف أن من وراء إسرائيل قوى دولية عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الاتحاد السوفيتي رغم أنه كان شريك لسوريا ومصر آنذاك خلال الحرب، إلا أن تم الاكتشاف أنه كان يتلاعب بالمعلومات. إذن من يأتي بالنخبة السياسية هي القوى الدولية لأجل مشروع صهيوني مستمر، مشروع كان خائف ليس لديه طموح، حتى الفئة أو النخبة السياسية التي أتت من أوروبا في ظل وجود الصبرة الذين ولدوا في إسرائيل وأصبحوا جنرالات إسرائيلية وكان لديهم أمل النصر، كانت هذه النخبة السياسية تتمثل في أن الدبلوماسية مع العرب هي الخيار الأوحد، ولكن هؤلاء الصبرة كان يرون أن الصراع والحرب هو الحل الرئيسي لتطويل أمد إسرائيل في المنطقة العربية. وبالفعل تم ترسيخ فكرة أن إسرائيل كيان حقيقي، وفي نكسة 67 تم نشر سياسة غريبة جدا، بل تم الاتفاق عليها وفقا لقرارات مجلس الأمن 236 و233 و242، هو الإقرار بمضمون كيان إسرائيل حتى في عملية وقف إطلاق النار، ومن ثم بناء المستوطنات وتهجير الكثير من الفلسطينيين، حتى في هضبة الجولان تم ترحيل 100,000 سوري إلى الداخل. إذن انتشرت قضية أخرى وظهرت إلى العلن، هي قضية اللاجئين. فإذن النخبة السياسية أصبحت فاسدة بالفطرة، وأيضا أصبح هناك انفصال حقيقي بين الشعب وبين النخب السياسية، وإلى الآن ظلت الشعوب العربية لها طموح وأن العدو الصهيوني هو العدو الأوحد لها، يختلف تماما مع طموح النخب السياسية التي تبدلت إلى وجود فكرة السيادة وترسيخ الحكم الدكتاتوري بدعم قوة دولية، وخصوصا الدرس القاسي الذي أخذته في نكسة 67. في سياق هذا التحول، دعني أنتقل إلى الدار البيضاء مرة أخرى، والأستاذ أبو بكر بن خاري يتابع معنا عبر الهاتف بعدما تعذر للتواصل عبر سكايب لأسباب فنية من المصدر، معذرة من السادة المشاهدين. السيد أبو بكر، بالنسبة لموضوع التحول النفسي والسياسي والفكري لدى النخب السياسية فيما يتعلق بمقاربة العرب قبل 67 لقضية فلسطين، كان العرب كتلة واحدة تقوم على مبدأ واحد وهو استعادة فلسطين من كيان غاصب، لكن بعدما حصل صارت إن تجزأت الهموم إلى هموم قطرية، صارت مصر همها أن تستعيد سيناء وسوريا الجولان والأردن ما أخذت منه إسرائيل. ما أهمية وخطورة هذا التحول لدى النخب السياسية فيما يتعلق بالمقاربة من إسرائيل، المقاربة الكلية العربية؟ سيدي، هذا الواقع الذي تحدثت عنه هو لا يمكن أن يحجب الجانب المشرق في مجرى هذا الصراع الذي تحدثت عنه، ف
فأن يقاوم شعب فلسطين المحتل الصهيوني على مدى سنوات دون تعب أو تراجع، فهنا هو شعب أسطوري يليق بفلسطين. وأن يستمر هذا الشعب الصامد في تناقض مع سلطته المتيمة بحب السلام مع عدو صهيوني توسعي لا يريد السلام بطبيعة تكوينه وعقيدته وممارساته، والأهم وظيفته في فلسطين والمنطقة العربية، فهو كذلك يستحق فلسطين. سيد أبو بكر، يعني سيد أبو بكر، أنا يعني ألتمس منك فقط بيان الجواب عن السؤال، لأن هذه النقطة تفيدنا فيما بني على ذلك في المرحلة اللاحقة، حرب 73 والحروب التي نشأت في الثمانيات بين العرب وإسرائيل. هذا التحول من قضية استرجاع فلسطين إلى قضية الاهتمام على الهموم القطر، الانكفاء إلى الهموم القطرية، استرجاع ما احتل من أراضي كل قطر من قبل إسرائيل، هذا التحول لأنه له نتائج بعد ذلك، ما أهمية وخطورة هذا التحول؟ التحول سيدي هو لا يمكن أن المسألة هي مرتبطة أساسا بما تعيشه الدول العربية للاستبداد، فهذا الاستبداد أو الحكام الذين يستبدون بالحكم في البلدان العربية لا يمكن. طيب نعود إلى الاستوديو مرة أخرى. سيد ياسين، اللافت في مسألة نكسة حزيران وتبعاتها أنه بدلا من اهتزاز النظام الرسمي وهي الحالة الطبيعية في أي أمة عندما يكون الأمر وجوديا، بلد مثل فلسطين أرض هي في قلب المنطقة العربية تنتزع، ثم بعد ذلك كيان صغير يحتل أراض من بلدان كبيرة وعريقة مثل مصر وسوريا، بدلا من اهتزاز هذا النظام العربي الرسمي يلحظ بأنه وطد أركانه وواصل في بنية السلطة واستمر في السلطة نفس الأنظمة من دون أي تغيير عميق في بنية هذه السلطة كنتيجة لهذه الهزائم. كيف تفسيرك لهذا الأمر؟ بالفعل يمكن القول أن نكسة 67 من أسوأ ما تركته من أثر هي أنها عمقت أثر الديكتاتوريات التي نشأت فيما بعد، وتفاقم يعني دورها وتأثيرها في المجتمعات العربية. بطبيعة الحال هذه الأنظمة كانت في عهدة القوى الدولية المؤثرة التي كانت تدعم الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، بريطانيا، الدول الاستعمارية نفسها، هي التي ورثت في هذه البلدان أنظمة وحكام في الحقيقة مرتبطين بشكل أساسي بهذه الدول. ولهذا لم تترك هزيمة 67 عبرة، كما لم تترك ندوبا لدى الأنظمة العربية بحيث أنها تولد فيما بعد ثأر لاستعادة فلسطين، العكس من ذلك تماما، أنه حرب 67 كانت بنظر بعض الأنظمة تصفية حساب مفيد مع مصر نفسها، ولهذا أنا في تقديري أن الأنظمة العربية بنت سلطتها الديكتاتورية العنيفة ضد الشعوب العربية بعد نكسة 67 بغرض البقاء، والبقاء هنا ليس دفاعا عن مصالحها فحسب، وإنما عن مصالح الدول الاستعمارية نفسها. كان للدول الاستعمارية رغبة في بقاء هذه الأنظمة وزيادة فعاليتها الأمنية والسياسية في دولنا، بحيث أنها تعمل على مصادرة الإرادة العربية التي تشعر بالفعل، الإرادة العربية الشعبية التي شعرت بوطأة الجرح الذي خلفته هزيمة 67، وشعرت بأن يعني الكرامة العربية أهينت ومست بشكل عميق جدا نتيجة حرب 67. فتحولت هذه الأنظمة إلى حراس، حراس في 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 أبواب هذه الدول، بحيث يتحكمون في كل شاردة وواردة للأسف الشديد. ومنذ ذلك الوقت لم يتأسس نظام عربي سلطوي ديمقراطي، بل كان نظاما عربيا سلطويا، وكان يخوض جولة من النزاعات بينية، بمعنى أنه لم يكن هناك توافق حتى بين هذه الأنظمة التي هي أنظمة وظيفية بالأساس ومرتبطة بالمصالح الغربية. وكان جزء أيضا من التكتيك الغربي أن تكون هذه الأنظمة يعني غير متصالحة وغير متفقة على وجهة نظر واحدة. تعرف أنه كان هناك مصر وسوريا مرتبطة بالاتحاد السوفيتي، جبهة الصمود والتصدي كانت جبهة يسارية بامتياز، ربما
باستثناء الأردن لو لم تخني الذاكرة، كانت جبهة يسارية مرتبطة بالاتحاد السوفيتي بامتياز، هي يسارية بدليل أن اليمن الجنوبي الذي كان يساريا وكان اشتراكيا كان جزء من هذه الجبهة. إذن الصراع الدولي، صراع القطبين، ترك أثره على هذه الأنظمة. وللأسف الوصفة السوفيتية كانت تقتضي وجود نظام سلطة، نظام الحزب الواحد الدكتاتوري الشمولي، والوصفة الغربية كانت تقتضي وجود أنظمة فردية دكتاتورية سواء كانت ملكية أو كانت جمهورية. فللأسف تطورت هذه الأنظمة وزادت سطوتها في في في, في الوطن العربي إلى أن حدث التحول الأبرز الذي رأيناه في ربيع العرب الذي لم يكتب له النجاح للأسف. قد يكون موضوع أنه الدول أحكمت قبضتها في 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 السلطة فيما يتعلق في مصر بعهد جمال عبد الناصر وربما من تبعه بعد ذلك، لكن هنا أسأل السيد عبد اللطيف، قد لا يكون مفهوما هذا الأمر فيما يتعلق بسوريا مثلا. صحيح أن هذه الفترة التي استحوذ فيها حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سوريا، ولكن البلاد ما كان، كان الحزب ما زال غضا والبلاد خارجة من 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 حريات سياسية إلى حد ما في سوريا، ومع ذلك لاحظنا غياب الموقف، موقف الشارع العربي، ردة فعل الشارع العربي، يعني في ظل يعني عدم تمكن الدكتاتورية أو الاستبداد السياسي إذا صح التعبير في البلدان العربية، ما الذي يفسر غياب الحراك الشعبي، الدعوة إلى إعادة بناء استراتيجية جديدة للمواجهة، علما أن الشعب العربي كان محتقنا بمشاعر الشوق إلى فلسطين؟ بالفعل كان هناك غياب حقيقي للدور الإعلامي، يعني عندما يتم البحث في قضية ما لابد من استدعاء النظرة المحيطة بهذه الظروف. في ظل جمال عبد الناصر وأنظمة البحث كان الصوت صوت واحد، صوت السلطة، صوت المقربين من السلطة. يعني مثلا مثالا على ذلك كان صوت الصحفيين هو محمد حسنين هيكل، كان صوت السلطة هو فقط جمال عبد الناصر، كان صوت الفنانين أم كلثوم. فبالتالي كان الغياب الأداة الإعلامية أو الدعائية غائبة تماما، فبالتالي يتم تجهيل الشعوب وتوصيل المعلومة المرادة من خلال مكتب واحد وهو مكتب الحزب الواحد أو السلطة الواحدة. فبالتالي الشعوب ليس لها ذنب، لأن المعلومات دائما كانت منقوصة. لأني هنا أستدعي حال كان رواها علاء الأصواني، كانت لديه جارة إنجليزية تقريبا في مسكنه، وفي ظل وجود الآلة الدعائية أن مصر دخلت على إسرائيل وأن أيام ويتم محو إسرائيل والمصريون ينتظرون بشوق هذه اللحظة، قالت إن حكومتكم تكذب، فاعلم أن ما تقوله الحكومة هو عكس الحقيقة. وبالفعل قد حدث ذلك في نكبة 67. فالظروف آنذاك كانت متغيرة تماما، أما الآن أصبح وسائل التواصل الاجتماعي وفكرة الطباعة وانتشارها والكتب وتدفق المعلومات له أثر كبير في عملية بناء وعي، حتى لو كانت السلطة ديكتاتورية. من الممكن أن تسافر لبلد أوروبي أو غيره ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أفكار، لكن أنا ذاك في هذه الفترة كانت القبضة البوليسية الأمنية. كان وزير الحربية شمس الدين بدران كان يقول للشيخ عبد الحميد كشك وغيرهم من المساجين أين ربكم؟ يعني تخيل كمية الدكتاتورية التي كانت مسلطة على رقاب الشعب وعلى الشيوخ وكل من ينطق بقولة الحق، كانت آلة، كانت مقصلة حقيقية. وخصوصا في ظل النكبة وفرض قانون طوارئ ليس فقط على الحالة السياسية إنما على الحالة الفكرية والعلمية، فهنا الظروف مختلفة. فبالتالي من كان له التأثير الأكبر هو الحزب الواحد والصوت الواحد والصحفي الواحد والأداة الإعلامية الواحدة. فبالتالي لا نلوم الشعوب آنذاك أن تخرج وتنادي بعبد الناصر. طبعا هو ليس لوما بقدر ما هو يعني محاولة معرفة الحالة والمزاج العام الذي كان يسير عليه الشارع العربي. نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد فاصل أخير. بلا
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم ياسين. مباشرة أذهب إليك بمقاربة لواقع العرب اليوم، مقاربة تقوم على المقارنة مع ما كانت عليه حالهم قبل حرب 67. من الناحية السياسية، هل العرب اليوم أحسن حالا أم أسوأ؟ العرب اليوم أحسن حال بمراحل مما كان عليه الحال في ذلك الوقت. كيف؟ في ذلك الوقت كانت الدول العربية حديثة عهد بالاستقلال السياسي، كان الاستعمار انسحب للتو وترك أنظمة هشة وترك أنظمة غير يعني لا تمتلك الإمكانيات لإدارة الدول والتنبؤ بالمخاطر ومواجهة التحديات وخوض معارك طويلة الأمد والاستعداد والجهوزية التي تتفق مع طبيعة التحديات، مقارنة بطبيعة الحال بالكيان الصهيوني الذي كان يعني يتواجد على أرض فلسطين وكان مجهز بكل إمكانيات الدول الاستعمارية وإرثها العلمي والعسكري وخبرتها الهائلة. كل هذه الإمكانيات وضعت بين يدي الكيان الصهيوني الذي في النهاية كان يعتمد على شخصيات هي قادمة من هذه البلدان وصاحبة تأثير، بالإضافة إلى المدد الذي كان يأتيه من واليوم العرب. لا يزال الكيان الصهيوني يتمتع بنفس الإمكانيات، ولكن الزخم الدولي الذي كان يساند الكيان الصهيوني كفكرة وكفكرة حضارية استخدمت بكفاءة عالية في ضمن المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب، بين الإسلام والمسيحية، اليوم إسرائيل أعتقد أنها تفتقد إلى هذا الزخم بكل ما تعني الكلمة من معنى. اليوم الأصوات التي تنتقد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين عالية جدا، ليس فقط على مستوى الشعوب والمثقفين في الغرب، وإنما على مستوى الحكومات أيضا. اليوم الكفاءة لم تعد مرتبطة بجهوزية الجيوش العربية، بل أصبحت مرتبطة باستعداد الشعوب نفسها. أقصد الكفاءة لم تكن والجهوزية لم تعد مرتبطة بالأنظمة العربية وجيوشها، وإنما بالشعوب العربية. الشعوب العربية اليوم تتسلح بوعي كبير جدا، ولديها أيضا استعداد للانخراط في المواجهة والقتال. يعني المعارك اليوم التي تخوضها إسرائيل وتتلقى بسببها هزائم وخسائر، لا أقول هزائم لكن خسائر مؤلمة، هي تخوضها في الحقيقة مع شعوب، يعني السلطة الفلسطينية التي يفترض أنها تركت منظمة التحرير الفلسطينية بما هي كانت يعني مدعومة من قبل النظام العربي. اليوم هذه المنظمة تخلت عن النضال وتحولت إلى عصا بيد الكيان الصهيوني. من الذي تولى المهمة؟ الذي تولى المهمة هو الشعب العربي في فلسطين. الشعب العربي في فلسطين تسلح وتجهز، وهو اليوم يقاوم ويلحق الأذى بالكيان الصهيوني ويعمل على الأقل معادلة رعب. الشعوب العربية لم تعد مغيبة، تدرك طبيعة التوازنات العسكرية، تدرك ما هي إمكانيات إسرائيل وأن لديها سلاح نووي. وهل لديها هل يكفي الإدراك لوحده مع العجز؟ يعني دول الشعوب العربية تدرك لكنها عاجزة، ما الفائدة، ما النتيجة؟ بطبيعة الحال الشعوب العربية ليست هي التي تتخذ القرار، لكن الشعوب العربية أعتقد أنها تستطيع اليوم أن توفر زخم كبير جدا على كافة المستويات، على المستوى المالي، على المستوى الإعلامي، على مستوى الموقف العام، وأيضا وهذا أيضا غير متحقق الآن بسبب وجود الأنظمة السياسية مثلا. يعني بطبيعة الحال الأنظمة اليوم انكشفت بشكل كبير. في السابق كانت مزيفة، كانت تعتمد على إعلام كاذب، لكن الأنظمة العربية اليوم باتت مكشوفة، ولهذا تمارس التطبيع بشكل قبيح وتسخر كل إمكانيات النظام العربي لخدمة فكرة التطبيع والذهاب باتجاه الكيان الصهيوني. ومع ذلك هذه الآلة الضخمة التي يوفرها النظام الإعلامي لإقناع العرب بالتطبيع والانفتاح على الكيان الصهيوني فشلت. المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني اليوم لها ظهير كبير جدا، هذا الظهير يتمثل في
كما قلت حتى الدعوات والاستعداد الشخصي لدى كل فرد في الوطن العربي للدفاع عن فلسطين والانخراط في معركة الدفاع عن فلسطين. اليوم الأمور مكشوفة بشكل كبير جدا، هيبة الكيان الصهيوني سقطت برغم إمكانياته، لا ندعي أن الكيان الصهيوني ليس لديه إمكانيات، لكن اليوم يناقش في أوساط الكيان الصهيوني بأنه قد يواجه صعوبة في مواجهة معركة متعددة الساحات، ورأينا ذلك كمثال، رأينا عندما أطلقت صواريخ من جنوب لبنان في الوقت الذي كان الكيان الصهيوني يتعرض لصواريخ تطلق من غزة. هذا الأمر أحدث إرباكا كبيرا لدى الكيان الصهيوني وولد ثقة زائدة بأن معركة الحسم اليوم الطرف الوحيد الذي يقف أمامها هو النظام العربي. طيب سأعود إليك، لكن قبل الوصول إلى النتيجة التي وصل إليها ياسين، من أن نظرة أو سياسة الأنظمة العربية الرسمية فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي بالموقف من إسرائيل فشلت في تمريرها على الشعب العربي. يعني إذا استندنا إلى قول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الأثير طبائع الاستبداد، الذي يقول بأن الشعوب ترث أخلاق حكامها وترث طباعها، إذا ما استندنا إلى هذه العبارة، إلى أي مدى يمكن القول بأن قاطرة التطبيع الآن العربي الرسمي مع إسرائيل قد تؤثر إن لم يكن الآن مستقبلا في وجدان العرب الشعبي في الموقف من قضية فلسطين؟ لن يتغير الموقف العربي تماما. لماذا هذا الجزم؟ كما قال ابن خلدون، إن العرب يستمدون قضاياهم من العقيدة، العرب بالفعل الشعوب دينية بالفطرة، وقضية فلسطين هي من القضايا الدينية وليس القضايا السياسية المرتبطة بوجدان كل عربي وكل مثقف، بمعنى التخلي عن فلسطين هو جزء من التخلي عن عقيدة العربي أو المثقف، بل هي عملية انتحار. إذا أردت أن تعمل على تشويه أي شخص قل إنه يدعم الكيان الصهيوني. من الممكن أن يجبي كثير من المال والسلطة والمكانة لدى الحكام، ولكن لدى الشعوب العربية أو المكانة الشعبوية يفتقد كثير من قيمته. حتى إذا ظهر حتى فنان بجانب شخص صهيوني أو فنان إسرائيلي بنفس الإبداع تجد صدى واسع على تويتر وغيرها برفض ذلك، لأن قضية فلسطين هي قضية دينية مرتبطة بكافة العقول العربية كقضية كجزء رئيسي من العقيدة. فلذلك مهما فعل الحكام من عمليات وقطار تطبيع لن يؤثر ذلك على قضية فلسطين. ولعل من آثار نكسة 67 أن الفلسطينيين أيقنوا علم اليقين أن قضية فلسطين لهم وأنهم المدافعون عن هذه القضية، ولا أمل في الحكام العرب وخصوصا بعد قبول الأردن بقرار مجلس الأمن وقوف إطلاق النار، ومن ثم مصر ومن ثم سوريا وعملية التطبيع والسلام. اليوم الفلسطينيون يقوم بالجهد كما قال ياسين قبل قليل، وهنا أعود إليه مرة أخرى، بقي معي دقيقة ونصف، بخلاف الأعمال المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيون وهي أعمال تبعث على الاهتمام بما يجري في فلسطين، هل تلحظ جهدا عربيا، وأستثني النظام العربي الرسمي، هل تلحظ جهدا عربيا أهليا شعبيا نقابيا ذا بال فيما يتعلق بتعميق وعي العرب ورؤيتهم الاستراتيجية بخطر التطبيع على العرب؟ طبعا أنت تدرك الضربة القاسمة التي تعرضت لها الإرادة العربية التي انعكست وتجسست في ربيع العرب. نعم. المعركة الرسمية، معركة الأنظمة والثورة المضادة اتجهت مباشرة إلى إفقاد الأوساط الشعبية والنخبوية قدرتها على المبادرة، ومع ذلك هذا الأمر لم ينجح أيضا. بقيت المبادرات في شكل هيئات وجماعات في إظهار خطر التطبيع أقصد. في إظهار خطر التطبيع. نعم، المعركة مستمرة، معركة الوعي مستمرة حتى هذه اللحظة رغم الضغط الهائل الذي تتعرض له النخب. اليوم هناك معركة وجود ضد كل فكر يتبنى فكرة رفض التطبيع، ومع ذلك هذه العملية متواصلة، النخب مستمرة في مواجهة التطبيع وفي فضح التطبيع، إلى درجة أنك عندما ترى شخصا من المؤثرين يذهب إلى الكيان الصهيوني ويرسل صور وفيديوهات يقابل باستهجان كبير جدا،
وهناك خطابات وكتابات ومواقف لا تزال تصدر في مواجهة حملة التطبيع العربية. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيفي الكريمين عبد اللطيف مشرف الباحث في معهد العلوم الإنسانية بجامعة صباح الدين زعيم، وكذلك أشكر ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.